السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد ونحن نتحدث عن المحاصيل الصيفية. هذه معلومة في ثواني لمن لا يعرف. عندنا من المحاصيل الصيفية محاصيل الحبوب، محصول الأرز. والأرز من أهم محاصيل الحبوب في مصر والعالم، وهو محصول صيفي، لأن احنا لدينا من المحاصيل الحبوب الشتوية القمح والشعير. أما عن المحاصيل التي تعطينا الألياف فأشهرها وأهمها محصول القطن، وهو محصول صيفي. ولدينا من محاصيل الألياف الشتوية الكتان، أما ما نشاهده هو محصول القطن من محاصيل الألياف الصيفية. نحن نتحدث اليوم 3 يونيو 2021، يعني احنا في 3/6/2021، اذا نتحدث عن المحاصيل الصيفية. ذكرنا من محاصيل الألياف القطن، وكما نشاهد من محاصيل الحبوب هذا نبات الأرز، وتم زراعته باللقمة او كما يقال باللقمة. يبقى احنا عندنا في 3 طرق لزراعة الأرز، في طريقة بدار وطريقة باللقمة وطريقة شتل. هي البدار واللقمة، يعني طريقة اللقمة هذه تعديل لطريقة البدار، ولكن هنا العامل أو المزارع يضع مجموعة من الحبوب بجانب بعض لكي تستطيع أن تنمو مرة واحدة. كما سمعت بعض المزارعين يقول اللقمة ملمومة أو اللقمة ملمومة. هذا عن طرق زراعة الأرز. قلنا طريقة بدار، طريقة الشتل، الزراعة بالآلة. وأما ما نشاهده طريقة اللقمة هو تعديل